أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. انطلقت اليوم فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الوطني للطرق المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق. وقد ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مراسم افتتاح هذه الدورة المنظمة بمدينة الحسيمة، والتي تعرف مشاركة ممثلي الحكومة المغربية والحكومات الأجنبية إلى جانب خبراء في ميدان الطرق. وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة مختلف المستجدات والتحديات التي يعرفها قطاع الطرق. هذه الدورة العاشرة، الدورة العاشرة لهذا المؤتمر، وهو كيكون مناسبة لأولا تقييم، ثانيا لتبادل الخبرات، ثالثا لاستشراف المستقبل. وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المتدخلين في القطاع الخاص، اللي هي كتمكن القطاع الخاص يقوم بدور أكبر في بناء الطرق، في صيانة الطرق، في تطوير الشبكة الطرقية لبلادنا. وحنا الشبكة الطرقية شيء مهم جدا في التنمية، ميمكنش ترتفع نسبة النمو ونصل الخدمات إلى جميع المناطق إلا إذا كانت شبكة الطرق في المستوى. هذه الدورة التي تحمل شعار الشبكة الطرقية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة ستشكل فرصة لجميع المتدخلين في قطاع الطرق للتبادل والنقاش حول مختلف التدابير المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. ويقترح المؤتمر أيضا على زواره معرضا، وذلك بمشاركة حوالي 40 عارضا من مختلف الجنسيات. Donc ce congrès pour nous l'occasion de développer, de renforcer des partenariats donc avec d'autres acteurs du monde de la route et aussi de mettre en avant de nouveaux produits et de nouvelles tendances donc sur le marché marocain et africain. La participation à ce congrès pour nous c'est très important parce qu'on est dans le domaine des infrastructures et surtout on a le projet en cours de faire une usine des fabrications de grillage à Salé. On croit beaucoup dans le Maroc. وستعرف فعاليات هذا المؤتمر تنظيم جلسة عامة وسبع ورشات ومائدتان مستديرتان، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تقنية للتعريف ببعض المشاريع الطرقية المهمة التي يجب إنجازها بالمنطقة. القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتغطية فعالية هذه الدورة الممتدة على مدى 3 أيام من خلال تقديم عدد من الحوارات والنقاشات، فكونوا معنا لمتابعة هذه البرمجة.